هاي يا عيال، مين اللي قتل؟ انا كنت جالس اسوي مهمات. ما ادري، الابيض ما كان معانا من اول، اتوقع هو قاتل. يمكن انا اشوف انه الاصفر. لا ايش سويت يا اخي؟ عشانك يعني بعد الاصفر يا عيال، خذوها مني ما عليك يا عيال. يا عيال دقيقه، دي ما انتم ملاحظين في واحد ساكت بزياده؟ الازرق. ايوه صح، ايوه والله صح يا عيال، من جد صح كلام. ايش حتقول دفاعنا عن نفسك يا ازرق؟ الكتريكال يا عيال. هاي يا عيال ايش الادله؟ انا والله شوف الاصفر يا حبيبتي، كل حاجه اصفر. شفتك خشيت الحمام وما قفلت السيفون وراك. طب ايش دخل ده؟ لا لا انا اشوف انه الاسود. اسود اسود يا عنصري يا عيال. دقيقه، في واحد ساكت بزياده. فين كنت يا اخضر؟ بسوق مهمات كنت والله. طب ليه ساكت؟ ما ادري، عشان ما عندي ادله. ايش ما عندي اي هرجه اقول. ليه اتكلم؟ هو القاتل يا عيال، بسرعه اطرد الزفت هذا. احا ظلمناه. مين اللي سوى اجتماع طارئ؟ انا يا عيال. ليه طيب ايش فيه؟ يا عيال مين عارف يطلب ماكل برجر كينج؟ بسرعه سريع، بسرعه بلحق قبل الزحمه. هو وير؟ فين يا عيال؟ مين اللي مين انا؟ ها مين اللي قتل يا عيال؟ ها بسرعه عشان الادله. لازم نمسك القاتل الان ونطرد.